احنا وين؟ غزلاني طيانه. زين شنو معناتكم؟ والله كهرب قليل ما مثل قبل، وماي يعني بين فتره وفتره ينقطع. اي والله، وارزاق مواد غذائيه ماكو ما مثل قبل، يعني هسه كان قبل حصه تموينيه اكو، هسه ماكو حصه تموينيه، كل خمس اشهر كل اربع اشهر بس طحين يوزعون، وطحين من النوع يعني الرديء. زين هاي شنو البيت هاي؟ مواد حاويه شو تخلون؟ والله حاويات كان قبل اكو، هسه ماكو، ما شايلين ماكو. نوبات يعني يخلوا وصل ستو ما يكون نفايات، يكون هناك بيت مهدود ستو هناك، واكو هناك يم طيران هم اكو مال نفايات هم ستو، هسه شالوه الانقاض. كان بيت مهدود مال العجيل ياور شالوه. صاحب البيت وين هذا؟ والله ما ادري، ما اعرف وين، صار له فتره متروك يعني من قبل داعش. والله هاي من صار التحرير الى هسه كان الوسخ الى غالي بالشارع. جبنا الشفن نظفه وما يفيد، وهاي الوساخة لا حد يجي يشيلها ولا حد، هاي السيارات المقلبه منهم دور الدواعش الى هسه. هاي طبعا البيت الثاني هذا يعني. هذا بيت اخر انبي نفايات. هذا بيت كان مضافه وقصف. قصفته الطيارات وظل على وضعيته. يعني ما حد شاش هال اي البلديه يجون يوم تشالن جيشين ينطفون بالشفلات وما يفيد، قاموا يذبون الوسخ هنا منعناهم، قاموا يزتوا غالي على النفايات هناك. سيجناها هنا قلنا لا احد يجي هم يفوت يزت لنا وسخ، وهاي الوسخ هنا والله جرادي ذود يفوت علينا هنا، اي نقول له ما حد يجي. هذا مقابلكم؟ هذا هم نفس الشيء. هذا هم شنو هذا البيت هذا؟ والله هذا البيت كانوا قاعدين بيه جماعة هنا وهم طقت مفخخة هنا وتفلش. أيه. زين أصحابه وين؟ والله أصحابه راعيه يعني مال ورثة، كانوا بيه قاعدين ولد شباب أخذهم الاتحادية وظل البيت طقت يوم مفخخة وظل مفلش. هاي الوصايخ لا حد ممكن يعني انشال الانقاض تنشال هاي ممكن؟ والله هي تنشال بس مين يشيلها؟ على واحد يجي يشيلها يخلصها منها على الاقل شوي، هاي تصير تنظف تسويها حديقه منظر للناس. ايش شلون صايره؟ والله ذيك المره جابوا حاويه والعالم ما اكو حاويات وزتينا. يعني زتينا العالم اذا بالعلاقه بيطلع قبل؟ اي والله. زين يفكر انه هذا وصاخ توسخ الفرع؟ والله غير البلديه كل سنه تجي مره. هسه البلديه ما تجي. ايه. زين هذا غيرك وحاجة. كم مره نبطوا ويرجعون يزتون. ما يفيد. زين ليش ما حاولتوا تسيجون البيت هذا حتى؟ سيجناه من قدام اما فتحوه. منو فتحوه؟ فتحوه ورجعوا صبوه هاي وفتحوه وكسروها. منو كسرها؟ واحد ابو الشفر. السياره مال البلديه ما تطبعتكم؟ والله هو ابو البلديه ما يقبل يجي. جابوا حاويه هذاك الاسبوع. بالتواسد يلا ما جابوا الحاويه. والوسخ ما حد ما يقبل يطشين ويطشون يومين.